حارس مرمى تيروا جيسي مولين قال لنيمار للاعب باريس سان جيرمان قبل ركلة الجزاء: هل تعلم أنني إذا أوقفت هذه ركلة الجزاء فسأكون نجم الليلة؟ أخبرني على الأقل بأي جانب ستقوم بلعب هذه ركلة الجزاء، لأن عائلتي بأكملها تشاهدني وتراقبني وأود أن يكونوا فخورين بهذه الليلة. وكانت ردة فعل اللاعب نيمار هي الضحك، فضحك نيمار وقال له: اختار جانبا بنفسك وحظا سعيد. ردت فعل اللاعب نيمار أثار الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي لأنه قام بتسجيل ضربة الجزاء، ما لم يكن ينتظره حارس مرمى تيروا جيسي مولين.